الخطوة التانية لازم نرسم وحدة زخرفية. احنا نعمل الافريز الاول هندسي، فهنعمل زخرفة هندسية، وهنحاول نعمل هنا قطر ونوصل من الزاوية اللي فوق للزاوية اللي تحت، والناحية التانية نفس الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم ابنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الاول المتوسط في اولى موضوعات الوحدة التانية، وهو الافاريز الزخرفية. طبعا من اول ما نسمع يعني ايه افاريز هنحس ان الموضوع صعب ومقلق، ايه هي افاريز مش عارفين. لكن احنا قبل ما اقول لكم يعني ايه افاريز وازاي بنرسمها وننفذها وفي ايه بنستخدمها، خلونا الاول نتعرف على انواع الزخارف ونفتكرها اللي كنا درسناها قبل كده في الصفوف السابقه. انواع الزخارف، الزخارف عندنا ثلاث انواع: زخرفه هندسيه، وزخرفه نباتيه، وزخرفه كتابيه. تعالوا نشوف مثال لكل واحده فيهم. خلونا معلش نبدأ الأول بالزخارف النباتية لأن أنا بميل ليها شوية. الزخارف النباتية زي ما احنا شايفين كده عبارة عن أشكال أو زخرفة مستمدة من أوراق النبات الطبيعية أو الأزهار، بنعتبر دي ممكن تكون زهرة وممكن دي تكون زهرة، ودي أفرع تشبه أفرع النباتات. اللي داخل دي ممكن تكون زهرة بشكل مختلف، شكلها زهرة لكن مش بشكلها الطبيعي، تمام؟ فالزخارف النباتية بتستمد أشكالها من النباتات والأزهار الطبيعية، كذلك دي برضو أشكال من الزخارف النباتية. واضح قدامنا شكل الأزهار، شكل النباتات، دي اسمها زخارف نباتية. اللي أمامنا الآن هي أشكال للنوع الثاني من الزخرفة، وهي الزخرفة الهندسية. ليه اسمها هندسية؟ حد يعرف؟ أحسنتم، زخرفة هندسية اسمها هندسية لأنها تشبه المثلثات والدوائر والمعينات والخطوط المستقيمة والدائرية وغيرها، لذلك سميت بالزخرفة الهندسية. وعايز اقول لكم ان هي بتتميز بسهولتها وجمالها وبساطتها في التنفيذ. تعالوا بعد كده نشوف الزخرفة الثالثة، وهي الزخرفة الكتابية. نوع مميز جدا من الزخارف، نوع فعلا مميز جدا من الزخرفة بشكله وجماله وتراكيبه، وكله من الخط العربي زي ما احنا شايفين كده. طبعا ممكن اخد محمد صلى الله عليه وسلم وكررها علشان تديني الإفريز اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. دي كلها أشكال من الزخارف الكتابية. طب ليه يا أستاذ احنا بنعرف الكلام ده كله؟ أقول لك عشان نعمل أفاريز، عشان نرسم أفاريز زخرفية. طب ما احنا معرفناش يعني ايه أفاريز. كويس، احنا معرفناش فعلا يعني ايه أفاريز، بس دلوقتي هقول لكم ايه هي الافاريز. هي دي الافاريز اللي قدامنا ده، نوع من انواع الافاريز الزخرفية. اللي قدامنا ده هي افاريز زخرفية. الزخرفة اللي جواها ايه؟ مين يعرف يقول لي الزخرفة اللي جواها هندسية ولا نباتية ولا كتابية؟ الزخرفة دي زخرفة هندسية كتابية، مكتوب فيها لفظ الجلالة الله على شكل ايه؟ على شكل ثماني. يعني يا أستاذ حضرتك تقصد لما ناخد الزخرفة ونكررها جنب بعض، سواء زخرفة بنكررها تكرار متعاكس او تكرار عادي او تكرار متبادل، داخل شريط له حد من فوق وحد من تحت، يبقى هو ده الإفريز؟ اقول لكم ايوه احسنتم، هو ده الافريز. فالافريز
هو شريط زخرفي يضفي لمسة فنية وجمالية على زي ما احنا شايفين الحوائط. ده موجود بيكون عندنا في اعلى الحوائط داخل البيوت او على اعلى الجدران المساجد، كما هو موجود امامنا في مسجد قبة الصخرة، افاريز غاية في الروعة والجمال. وكذلك تستخدم في تزيين الاواني والمزهريات والصحون. اظن كده فهمنا يعني ايه افاريز زخرفية. تعالوا بقى مع بعض نبدأ نشوف هنرسمها ازاي. بنحتاج قلم رصاص، مساحة، مسطرة، قلم اسود شفاف ضروري جدا لانه هيسهل علينا يوفر علينا الوقت، وكمان ايه ورق الكراسة. ونقول بسم الله ونثبت المسطرة، وبعرض المسطرة هاخد خط فوق وتحت هرسم الخط التاني، ملاحظين ان هو على عرض المسطرة، وهشيل المسطرة فهيطلع عند الشريط اللي احنا قلنا ان الافاريز عبارة عن شريط، لكن لسه هنبقى ايه هنخليه زخرفي. الخطوة التانية لازم نرسم وحدة زخرفية. احنا نعمل افريز الاول هندسي، فهنعمل زخرفة هندسية، وليكن ان احنا بالمسطرة هنحدد من بداية الخط هنا على الشفاف 4 سنتي وليكن، ومن تحت نفس الحكاية 4 سنتي. وهنحاول نعمل هنا قطر ونوصل من الزاوية اللي فوق للزاوية اللي تحت، والناحية التانية نفس الحكاية. وهنبدأ في النص هنا نعمل خط عدل موازي للخط اليمين واليسار وما يكونش مايل، وكذلك محور أفقي زي المحور الرأسي اللي عملناه. ولو توقفنا على كده يبقى احنا عملنا زخرفة هندسية. لو حبينا نزيد عادي ممكن نزيد حاجات كتير، ممكن نعمل هنا كده الشكل التاني ده، نفس الحكاية من تحت. كل ما نبدأ نزود كل ما يطلعنا زخرفة بشكل تاني. علشان اعمل الجزء ده مظبوط لاحظوا معايا المستطيل الصغير ده هوقف في الزاوية هنا، والزاوية اللي فوق يبقى هنا وهنا، واضح اهو، وقف لحد كده عشان يطلع مظبوط. الناحية التانية نفس الحكاية خلاص. طيب بعد كده هنعمل ايه يا استاذ؟ بعد كده هنبدأ بقى نحطها هنا ونكررها، سواء كان تكرار عادي او تكرار متعاكس. يعني متعاكس طبعا العادي ان انا اعمل كده اكرر وارسمها هنا وبعدين ارسمها كمان مرة زيها بنفس الاتجاه بدون تغيير واكرر بنفس الشيء كده. طب المتعاكس يعني ايه؟ يعني ممكن مرة كده وممكن مرة كده، تمام؟ حتى لو هو ما كانش الموضوع او المساحة مش هتظبط ممكن نعمل بس جزء منها على قد الايه الشريط بتاعي، والمرة اللي بعدها اعملها بالعرض تاني. ده اسمه متعاكس، ده اسمه تكرار متعاكس. فاي نوع من انواع التكرار صح. لو جيت طبعت على هذا الوضع مش هتطبع تحت هنا، امال اعمل ايه يا استاذ؟ اقلب الشفاف، شايفين؟ هعمل كده اخلي الجهة اللي فيها الرصاص هي اللي ملامسة للورقة، وابدأ اثبت على الحدود اللي في الايه اللي في الورقة بتاعتي، وابدأ بعد كده بالمسطرة وهعيد نفس اللي رسمته مرة تانية. لو تحبوا تثبتوا بعد كده بلزق على ما ترسموا الوحدة مفيش مشكلة. طيب التانية هقلب الورقة كده علشان تطبع لي بشكل اوضح، واثبتها على نفس الخط دوت، وابدأ ايه اعمل نفس الخطوات اللي عملتها هنا. هذا يا احبتي هو الافريز، افريز زخرفي هندسي. تعالوا يلا بقى نعمل افريز تاني ولكن زخرفي نباتي. زي ما عملنا في الافريز الاول هنعمل في الافريز التاني شريط بعرض المسطرة
اسهل حاجه بدل ما تقيسهم معاك المسطره اعمل بقى شريط الافريز على طول. هنرسم الوحده بقى الزخرفيه النباتيه، اتفقنا ان يكون شكلها زي النبات. هنرسم ورقه وورقه تانيه وهنرسم زي فرع بشكل محور. وبنبدأ يا أولادي وبناتي نطبع الوحدة ونكررها بنفس الأسلوب اللي تعلمناه. هنقلب ورقة الشفاف ونخلي الجزء دوت ملامس للجزء اللي قبله مع مراعاة الحدود، حدود الشريط اللي عملناه اللي هي الخط اللي فوق واللي تحت لازم تكون عليهم، وابدأ برضو اثبت سواء باللزق او بايدينا نمسك الايه الوحدة الزخرفية ونثبتها ونبدأ نشتغل نفس الحكاية زي ما اتعلمنا. وبكده نكون عملنا الشريط او الافريز الزخرفي النباتي. نبدأ نشوف بقى ونعمل افريز جديد اللي هو بالزخرفة الكتابية. هنرسم ممكن يعني لفظ الجلالة او اي حرف من الحروف العربية او اي حاجة انتوا عايزينها، المهم تكون خطية. هنا طبعا في لفظ الجلالة مش هينفع نعمل تكرار متعاكس، لكن لو حرف من الحروف العادية حرف الواو او اي حرف تاني ممكن نعمل تعاكس عادي. فطبعا هنا هنبدأ نظلل من ورا علشان يساعدنا في الطبع مباشرة على سطح الايه الورقة بسهولة. طيب يا احبتي، يا ترى بعد ما خلصنا رسم الافاريز الزخرفية هل هنسيبها كده من غير تلوين؟ طبعا لا، لازم نلونها. وقبل ما نلونها هنبدأ ايه نعمل لها عملية تحبير، يعني هنحدد كل اللي احنا عملناه دوت بالقلم الاسود. خلاص بعد كده هنبدأ نوزع الالوان. طبعا عندنا الوان اسلامية وده هيكون موضوعنا في الدرس اللي جاي ان شاء الله تعالى. فدلوقتي هنبدأ نحبر مع بعض الايه الافاريز. كل الموضوع في عملية التحبير ان احنا هنمشي تاني او هنرسم تاني الخطوط بس بالقلم الاسود. وبكده يا ابنائي وبناتي الاعزاء نكون انتهينا من موضوعنا النهاردة وهو الافاريز الزخرفية. اتمنى ان الموضوع يكون عجبكم، يكون سهل عليكم واستمتعتم به. والى لقاء بكم جديد في فيديو تعليمي جديد، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير للموضوع علشان الكل يستفيد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.